السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله لكم خير ومسلسلين طيبين. معكم عبد الرحمن، واليوم جبت لكم الجزء الرابع من سلسلة لايف فوزا. طبعا هالمرة قلت ما ودي أجي لحالي لأن ما عندي أي فكرة شو سوي شو نسوي، فقلت أجيب الخبير آي كيلر إكس. يا أي خبير، الله يرحمني والدي. لا مو بخبير، يعني نفسي نوب فهمتوا. بس يعني قلنا خلنا نلعب ونطقطق ونستانس وان شاء الله تجوز لكم. يلا ما ودك تبدا ولا؟ طيب حط ريدي انت. يلا ريدي. اوكي، طبعا مجرد استهبال، ما في اي شيء بالحياه، مجرد فاضيين بالليل وكذا. ف يعني اسلم. والله طاحت السماعه، طاح عشان صفقت خشمي والله توجع. ايوه اوكي، اقعد يا الجسي، اقعد يا النسان. لا شوف الفز انت، ما عليك يا شكلك. ادي يا ابوي، ادي والله لو اضف صدامك تعرف شنو دزت وجه. انت ماسكه معك صدامي بدري ليش؟ لا والله يا جد صدام كل شوي. طبعا قبل ما يدري شو السالفه، قبل شوي كنا نلعب و ما غير رفضه في صداماتي، وانا لسه ضفت صماد وحلو صماد كلج واحد تقليد يا ابوي صداماته، فالحين ودي اضف صدامه. تعال يا لولي يا متوحش. يلا شفني واقف ها نفس مكاني. انا هنا بقف لك بعد والله شكلك. ضف صدام ولا انا اللي ضف صدامي؟ لا انت طار صدامي. انا بعد هنا انضف طار جناحك. وصف يمين بالله. والله يا شوف الشطف، شطف القبعة الخلفية ذي. لا 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 سيارة تتحذف يا بوي، غير لك غيرها. لا يا بوي هذا شروكي تبدا واحد كفرات. ها الله يسلمك ان شاء الله. يلا تقاوم. لا مع نفسك يا بوي. نظام الهليكسات، وقف يا زق وقف. على شكلك يا زق تستغل قوتك يعني علي. يب يب. طبعا بحط لكم قناة وعطوه فلاق وعطوه اشياء ذي لانه هي الوسط. لا 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 امزح امزح امزح، وين فلاقات هذه يا عيال؟ ما اتفقنا كذا، ما اتفقناش. رجال يستاهل والله، مبدع بقناته، بس انه سربوت مضايع الله يسلم. اما سربوت ليه؟ نزل لكم بيوم 10 فيديوهات وبيوم يسحب عليكم سحبة الاسد. لا والله الحين صرت يعني بشكل شبه يومي. اي الله يسلم نتك، الله يسلمك. اي والله لو نتي عندي، لو نتك عندي سام ما تشوف ان واللي غرز تبي اسحب. اصبر شابي ذا واحد وجهية شو دقيقة اصبر. طيب اوكي. طيب تدرون ان هذا بيصير سامج وبس عادي. اوه والله طفيتك. طف طف شنيع يلا شكلك، ما طار شيء عندك. انا الصدام من عبط اصلي. يلا عن شكلك يا نسان. ايوه يلا عن شكلك، كل ذي داسه. يلا عن شكلك عادي بوجهك شبه طا 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 طا. لا تخليني اقلب درباوي وتفكر. لا يرحم امك فكره، انا فاضيين لك اقدر انقلك اجيب الكفرات. اطلع اطلع وريك سيارة الدرباوي. اطلع تبي اوريك سيارة المحنسة؟ ورني. يلا انا باخذ سيارة الدربوية، انت يلا خذ. مع احترام الكثير للكبير للدربوية والمحنسة هذه اعذرونا. لازم نحترمكم شوي. ايوه لازم يعني. يلا جايك، يلا حط ريدي. خلينا نطلع لك السيارة. وينها؟ هذه هي بسرعة.
اذا كنت تبغان نكمل كذا يعني انا اي كيلر ما عندكم اي مشكله. طبعا عنده 13 مليون اسم، عنده اسمه اي كيلر اكزد، وعنده لول، وعنده اس بس. واسمه الحقيقي محمد من جدش. هذه سيارة المحنسة عندك؟ يب. وقف وقف طيب. وش ذي صح؟ وقف وقف طيب. تفكير. أدفنك ها؟ فخر عني الدرباوية، حنا الدرباوية لا أحد يلمس. راس. دقيقة دقيقة. أصبر أصبر. اصبر وقف 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 يا اخي ناظر استعراض الدربوية. اصبر 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 والله جبت العيد. اصبر اصبر دقيقة دقيقة بس خلنا بحط السكايب عشان ما يزعج امي. دقيقة ممنوع الازعاج. اوكي خلاص اوكي طيب انا بس عشان ما يسوي ازعاج بالصوت لان ام الدربوية اللي زي كذا شيخ يدرفت حتى يدرفت يفجر حتى بال ايه بالثين. والله يا شطف شنيه شو تفجير يا بوي. اصلي يا روح يا بوي باقي دتسن يا بوي. لا بس انت درباوي متحضر. انا درباوي اصلي. لا صح نسيت انا حتى في حيط. ايه هداك يا ابوي انت حق درفت. اي درفت وكاتب بعيون ومدري وفي النص وش طاح من جد. المشكله مو واضحه ترى بالتصوير مو واضحه عندي. لا اوكي لو تصير واضحه تصير مشكله. اشوى طيب ما تكل غير السياره اللي طفشت منها. يلا يلا طيب يطلع. طيب اوكي سيلكت كار. راح اختار سيلكت كار. راح اختار جيمس شامبر. جيمس شامبر نظامك. يب. ما ادري اذا انت كنت محمله ولا لا. يلا ها يلا ريدي ريدي. يا اخي عرفت اللي ودي اقول سالفة بس ما عندي سالفة. اخ يا ربي. ايوه لا ما حملته انا. كاتب ورا يو دريفت وصورة سويتش. رايك بالموتر حقي؟ يا ها خبرينا اخر ترى حقك بالشمبر ها. انقلب بس انقلب. زبدة ما بقى ستيكر ما حطيته من جد. اشوفه حلو. اشوفه كذاب. شوف تلاحظ انه قدام. شوف شوف السيارة حق الدربوية بس. طا 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 يلعن شكلك. عاد انا اشوفك سياره. تعرف السيارات الصغيره ذي ايه السوداء تجيك. إيه. سياره صغيره سوداء من جد. اذكر اول ما شريت فورزا كذا اشوف ناس ادخل جيم دريفت اشوف ناس يدرفتون مدري ايش السياره الصغيره ذي لاني كنت ما حطيت ما سويت انستول للسي دي الثاني. فهمت حلو. وانا اقول يا اخي وين السياره ذي ودي زين زي مدرفت. انا زي ادور السياره على ام صاحبه. بالاخير اكتشفت انك ما يا ما حملتها يا ما سويتها انستار. لا انا وش اشوف السيارات اقول يا اخي كيف يصبغون الاسطبات سود جد. اوه والله شفت شاطفه شنيعة. لاحظت انا كنت ناوي احكك بالشمبر بس للاسف ما حصلت. بلاش التحميل ذي ولا شلون تري؟ وش هي؟ الفورد الشمبر لا لا عادي. لا استغفر الله بفلوس. اخس يا القراش اخس. ايه تشوف كيف كايس. انت اللي محمله ولا اخذ من واحد؟ لا لا انا الله ما ادري عنك. لا اقدر اخذها من احد يعني. ايه مو بتقدر. اذكر صدق قال لي خويك ذا شو اسمه اللي معنا اللي
هذا شو اسمه، نسيت اسمه يا اخي، اسمه طويل، اللي تعبت ما ادري ايش امسك ما ادري ايش. ايه سام. ايوه سام، ما ادري يا عم. بس اذا هذا اعطيتك حسابي وتدخل تحمل ما يخالف. ما اب على ذا، بس انا اسال بس كم عندنا دحوم يا رب. يا خقيت انا يعني. يلا يا نروح سبسكرايب لعيون هالكلام هذا، خلاص انا ذوب. كيف سبسكرايب؟ اسكت يا حقي. اللي يبي اللي وده يدري ايش معنى سبسكرايب يروح لقناه اكس اكس لول وناظر المقطع، يدري ايش معنى سبسكرايب. اوط 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 تفجير جنونكم. اوط 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 روح يا شنب. وقف وقف اخر الشارع، شوف الحادث اللي بيجي. يا ابوي مع نفسك يا ابوي، ما له داعي ام الشمبر يعني شب جاب. لا 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 ما عليك. اوط 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 اوط. يلا وينك يا وصل؟ شوف شوف الحادث. واحلى تنده يا ابوي. انا داري يا رب انها تجي صح. يا رواس خوينك فتب راي. لا قاعد افجر يا ابوي، فجر فجر يا اخوك. يلا فجر. عندي صوره بالبلاك بيري يقول كل شيء يجي بالسيف الا التفجير بالكيف. انا لو امصعك بسيف والله خليك تفجر غصبا عنك. يلا بدون ما تمصاني. ها يلا المشكله انت ابد بالتصوير ما بطالع، طالع لي سياره سوداء احسن، ما ابغاك تشوف اصلا سيارتي. ترى بصيح. والله اعطيتك احلى زعق بوجهك يا شيخ. انا اللي ناصيك يا الوسخ. من جد اشوفك حاقد الله يقلع شكلي. لا بيعطيك في الصدام اللي ورا. علينا. اتوقع اتوقع انها اهانة عند التربوية، ما خاب ظني يا رجال. عادي عادي يوه. حبوبين التربوية حبوبين على قل... على راسي والله على قلبي. على قلبي. على قلبي. ألو على قلبي. خلاص يلا خل نحول درفت ونستهبل على الدرفتون. لا وش المتعة من الدرفت؟ ما ادري يعني. شوف ها يلا تنده. لا ما بتنتا نص تنتا. اقول اطلع من الجيم لا افتر وجهك. طيب لا خلاص احنا زبينا قعدنا نجرب ذا، خلينا نروح نجرب الفحطون الهجوله. اوكي اوكي انت بحط سياره دفع امامي اول مره ولا لا؟ لا لا انا با يلا اما بنتياك. يب اخر اخر سياره بنتياك شفتها بحياتي القديم ذيك. يو بنتياك اصلا مات فيه خلصت انقرضت من حياته. طيب اوكي يلا بسرعه 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 حركات. قاق قاق وقف على جنب يا يروس. قاق قاق. خير في مرورك. وين يا الحبيب؟ والله ابد بس نبي نختصر الطريق. اي واضح. يلا خش العيون السبسكرايب السبسكرايبيني اول السبسكرايب سبسكرايبيني. يلا ما لا يزعلون المزز. عاطى يا بوي روح. والله شافتك سريعه بعد. مرسيدس يا بوي احلى تنده يا ابوي. والله ما اشوف ما قشنا شيء. شو الحمد لله الحمد لله. قل الحمد لله الحمد لله. الله يرحم امك يا زق. الله يرحم امك يا شيخ. ابى طيح الصدام حقك. تقاوم يا واسخ تقاوم. وجهك ما هنا اوريك. اصبر وقف وقف بشفطك بشطفك. ايوه 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 بدر سكف الله يلعنك يا سكف الله يلعنك على التند. جينا كلنا على التند الله يقلع وجهك يا سكف. سيارتك خربت. ايه وانا مخربت. ايه انا بس شبه تنده.
طيب اوكي وقف والحقنا خلنا نوريك الهجمة على الاصول. بوبو يبي اجت المكان الحين ما ادري من هو بوبو. بوبو بوبو ما ادري هذا واحد عندنا يهجم بقسيم اسمه بوبو. قال لك المرة وقفته وقلت له شو تفحط ما ادري شو نظرة تفيض نظام امك يا شيخ المحقق كانن عادي يعني ولا كل شيء لعون السبسكرايبينك ايوه اخ اوكي قعدنا 15 دقيقة كافي ها بزيادة واو لا هي الابلود عندي كويس مالك ايه اخ اوكي خلنا اخر شوط لعيونكم وروح يا بوبو يا نروح يلا احلى عقد يا ابوي عقدتين ثلاث اربع خمس ست وبلا والله يلعن وجهك والله انت حاقد علي جاي ملوي والله احلى صفقه يا ابوي اخ يلا بهذه الضفه الجميله تنتهي حلقتنا هذا اليوم اذا جزت لكم السلسله تبون نكمل كل ما عليك تدعمنا باللايك وتروح لم قناة اي كيلر تسوي له سبسكرايب ويعني اللي وده يناظر مقطع ثاني يقول نبغى مقطع ثاني بسرعة اي كيلر سوى مقطع قبل هذا المقطع صورناه علشان كذا انا بدأت قلت خلنا نسجل احسن عشان مني ومنه ويعني فهذا كان كل اللي عندي يلا اتمنى انكم لايك وفيفورت وسبسكرايب ولا تنسون تروح نسوون الكيلر او اكسلولي سبسكرايب راح احط لكم قناته بالدسكريبشن ويلا السلام عليكم بتقول لهم شيء لولي انا احبك انا احبك ياي حقيت خلاص يلا تصل شيء يا شباب يلا طال عمرك يلا سلام